عليكم، كي دايرين لاباس؟ صحيحه بخير. كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غندير معكم مشهوات رمضان. غندير معكم ان شاء الله وصفه ديال الدجاج مشوي. بالنسبه للمقادير ديال وصفه اليوم، غنحتاجو ان شاء الله صدر ديال الدجاج اولا ديال بيبي اللي موجود. انا هنا خديت نص كيلو. غادي نحتاجو معاه كذلك 3 دروسه ديال الثوم ونص حامضه. غناخدو كذلك حوالي 3 المعالق ديال زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل نحتاجو معلقه كبيره ديال الاعشاب المناسبه، اللي ما عندهمش يقدروا يديروا الزعتر اولا الزعتره. نحتاجو كذلك معلقه صغيره ديال البصل البودره، نص معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال سكنجبير، ومعلقه صغيره ديال عطريه ديال الدجاج، راه كتباع عند مول العطريه عند العطار. كذلك نحتاجو القليل من الملح. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نمرو باش نقطعو صدر الدجاج اولا صدر الديك الرومي الى شرائح، بما اننا غادي نشويوه الو خاص نقطعوه شرائح تكون رقيقه شويه. في دابا الشرائح ديالنا ها هما وجدناهم، دابا نعصرو عليهم الحامض. ان شاء الله غادي نحكو الثوم ديالنا. غادي نديرو ان شاء الله التوابل ديالنا كامله. ان شاء الله غادي نضيفو دانون مسوس، هو اللي نسيت ما قلتوش لكم في المقادير، سمحوا لي. غنضيفو كاس ديال دانون مسوس. غادي نخلطو المكونات ديالنا مزيان ونخليو داك الصدر ديال الدجاج يشرب ديك التوابل ديالو. من الافضل نخليوه يبات ليله كامله عاد نستعملوه. الدجاج ديالنا هو تشرمل مزيان، دابا غادي نغطيوه ونخليوه يرتاح ونخليوه يشرب العطريه ديالو. وبالنسبه لزيت الزيتون ما غنضيفوه حتى الاخير حتى نبغيو نشويو الدجاج. صافي دابا الصدر ديال الدجاج ديالي شرب العطريه ديالو مزيان. دابا غندوز لمرحله الشي ديالو، غادي نشويه. غادي نضيف ان شاء الله الرحمن الرحيم زيت الزيتون اللي قلت لكم عليها حتى الاخر. انا غادي نشوي الدجاج ديالي في شويه كهربائيه، تقدروا تشويوه غير في الفاخر. دابا غادي نشويوه.
هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا، دجاج مشوي كيجي هائل، كنتمنى منكم تجربوه. كيف كتعرفوه هو صحي جدا وسهل ماهل. شكرا لكم على المشاهدة، شكرا على التتبع ديالكم، ما تنساونيش في جيم ابوني وتبارطاجيو من فضلكم. الى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله.